السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، وحلقة جديدة من سلسلة من حقي أتعلم، ونستكمل حلقة الألف الممدود والمقصور. أخذنا في الحلقة السابقة الاسم المكون من ثلاثة أحرف ينتهي بألف مد نطقا. هل يكتب ألف مد أم يكتب ألف قصر؟ هنعرف الاسم والفعل اللي هما مكون من ثلاث أحرف، عرفناهم في الحلقة السابقة، هنراجع عليهم مراجعة سريعة عشان ناخد بعد كده الكلمات الغير ثلاثية اللي هي أكثر من ثلاث أحرف، سواء كانت في الاسم أو في الفعل. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. وقلنا أي كلمة مكونة من ثلاث أحرف تنتهي بألف مد نطقا، يعني بنطقها في الآخر ألف مد: سما، دعا، علا، رشا، هدى، نجا، ماشي، فتى، كل دي آخرها ألف مد نطقا. هل هي ألف مد أم ألف قصر؟ إيه ألف القصر دي يا أستاذ؟ ألف القصر عاملة زي الياء بس بدون نقاط، لو حطيت نقطتين دي ما بقتش ألف مقصورة، بقت ياء. ركز، إنما كده اسمها ألف مقصورة، اللي إحنا بنقول عليها في مصر الألف اللينة. تمام؟ هل كل الكلمات التي تنطق بنهايتها ألف مد تكتب ألف مد؟ ليه؟ أمال الألف المقصورة دي نوديها فين؟ طيب قلنا ايه بقى؟ قلنا في الاسم والفعل. في الاسم اجيب الجمع او المثنى، يا اما جمع الكلمة او المثنى. بيقول لي ايه؟ علا، علا دي اسم بنت، ربنا يبارك فيها يا رب. علا، سما، هدى. هدى، كلمة هدى ركز، اصلها الالف المقصوره دي اصلها ياء في كلمه هدى وكلمه فتى. فتى فتيان، هدى هدايات. يبقى ركز معايا، كلمه هدى وكلمة فتى ليك عملناهم ألف مقصورة، وكلمة علا عملناها ألف ممدودة، وكلمة سما عملناها ألف ممدودة، وكلمة منى عملناها ألف مقصورة. ركز معايا، احنا كده بنتكلم في اسماء اهو. في الاسم بس، هدى دي اسم بنت، اسم فتاة، وكلمة فتى وعلا وسما ومنى، كل دي اسماء اهو مش افعال. هدى بجيب، احنا قلنا في الاسم بجيب ايه؟ الجمع بتاعه او المثنى. هدى جمعها ايه؟ هدى يا هدايات، فتى فتي، لا مش فتيات، فتيات دي جمع فتاه، انما ايه؟ فتيان او فتيان. فتيان جمع، فتيان مثنى، علا شفت هنا ها علوات جمعها ايه؟ سما، سماوات، منى، منيات،
منايا يعني أتمنى أمنيتي. ركز، هتلاقي هدى جمعها هديات، الهاء هي الهاء والدال هي الدال، الألف المقصورة هي اللي احنا نطقناها ألف مد أصبحت ياء، يبقى هي ألف مقصورة. اللي أصلها ياء تبقى ألف مقصورة، اللي أصلها ياء في المثنى أو الجمع تبقى ألف مقصورة، واللي أصلها واو تبقى ألف ممدود، اللي أصلها واو ألف ممدود، اللي أصلها ياء ألف مقصور. ده يمشي مع الاسم ومع الفعل. ومع الايه؟ الفعل. الفعل ايه؟ الثلاثي، الثلاثي، والاسم الثلاثي، وغير الثلاثي وغير الثلاثي اللي هناخده الان ان شاء الله. تمام؟ يبقى هدى هديات، علا علوات، منى منيات، سما سماوات، رجا الرجا رجوات. ماشي؟ ركز معايا. فتى فتيان او فتيان، يجيب المثنى يجيب. طيب قال لي كلمه قرى، قرى، قرى جايين ايه؟ قرى يا باشا، قرى اخرها ايه يا باشا؟ ها اهي، ادي القاف مضمومه اهي والراء. هدى فتى علا سما منى. قال لي يا استاذ قرى احط ايه؟ الف مقصوره ولا الف ممدوده؟ الف ممدوده، الف مقصوره، الف ممدوده. طب اهدى، واحد عمال يقول الف مقصوره والتاني بيقول الف ممدوده. طب بتاع الالف الممدوده بيقول لي الف ممدوده ليه؟ قال لي يا استاذ قرى مد بالالف. برافو عليك، غلط. ليه يا استاذ؟ ما هو ما هي سما مد بالالف وعلا مد بالالف. طب تمام. طب ما هي فتى برضه قرأناها كده، فتى كانها مد بالالف وهدى كانها مد بالالف، يبقى مش شرط تكون مد بالالف. ايوه برافو. يبقى الف مقصوره يا استاذ. ايوه ما هو زميلك قال الف ممدوده، انا قلت له غلط، يبقى الف مقصوره. طب قول لي بقى الف مقصوره ليه في كلمه قرى؟ مش عارف تجاوب. انت لقيت زميلك قلت الف ممدوده ما ينفعش، يبقى هي الف مقصوره. ما كانش ملك يبقى كتاب زي ما بنقول كده عندنا في مصر. ماشي؟ لا انا هقول لك ليه. كلمه قرى الاول، الكلمه دي اسم؟ ايوه اسم يا استاذ، لان ممكن تحط لها الف ولام. القرى. طب قرى دي جمع ولا مفرد ولا مثنى ولا ايه؟ قرى مفرد يا استاذ. يا راجل طب الجمع بتاعها ايه؟ قراوي. قراوي يا راجل. قروات يا راجل. قروات ايه يا راجل؟ ها ها، يلا يا ست البنات، ها يلا يا استاذه فتيحه، زوجتي هي اللي هتجاوب. برافو عليكي استاذه فتيحه. بتقول لي بقى، بتقول لي كلمه قرى دي جمع. جمع، برافو عليكي. طب يعني ايه جمع؟ يعني يا استاذ اجيب المفرد بتاعها، مفرد قرى قريه، يا يا قريته. ايوه يبقى هنا اجيب ايه؟ قرية. اكتبها الاول، قريته، قر يا تو. الله، برافو عليك استاذة فتيحة، قريته. ها يبقى هنا ايه بقى؟ اللي اصلها ياء، برافو، تبقى هنا الف مقصورة. عرفت حبيب قلبي اللي قال الف مقصورة؟ عرفت الف مقصورة ليه؟ اهي استاذة فتيحة جاوبت اهي، قرى قريته. تمام؟ دي الكلام ده للكلمات التي المكونه من ثلاث احرف، سواء في الاسم او في الفعل. انما اصلها ايه؟ ينمو، دعا، يدعو. ماشي؟ قضى، يقضي. هاخدها ايه؟ ناخد دي اللون الاخضر. حلو كده؟ ممكن؟ هيقول لي اكتب لي كلمه قضى. هل هي ألف مقصورة ولا ألف ممدودة؟ لسه هنشوف. نما، دعا، خلاص؟ كل دي عبارة عن كلمات
مكونة من ثلاث أحرف وهي أفعال. قضى، أجيب المثنى بتاعها؟ لا يا حبيبي، في الفعل ما تجيبش المثنى، هشوف الفعل الأول ماضي ولا مضارع ولا أمر. ماضي ولا أيوة يا حبيبي، ما احنا خدناها في الحلقة السابقة، الماضي والمضارع والأمر. إزاي يا أستاذ بقى هعرف كلمة قضى؟ قضى دي طب هي في أنهي فعل فيهم؟ قضى أيوة يا أستاذ فعل مضارع، برافو عليك. غلط، ليه غلط يا أستاذ؟ ليه كده يا أستاذ؟ لأن كلمة قضى يعني قضى وخلص، قضى انتهى. نما، نما معناها كبر، كبر كبر خلاص. دعا، خلاص دعا الرجل ابنه أو زوجته، زوجته أو أخاه، أي حاجة، دعا انتهى، يبقى فعل ماضي، برافو عليك، فعل ماضي. طيب في الفعل الماضي أجيب إيه؟ المضارع بتاعه. طب لو هو جيب لي الكلمة بقى مضارع، شوف هنا جاب لي إيه؟ الكلمة جامع، أجيب لها المفرد بتاعها. نفس الكلام لو جاب الفعل ماضي أجيبه مضارع، طب لو جابه مضارع أجيبه ماضي. تمام؟ ركز. وفي، خد بالك، في كلمات خارجة عن القاعدة، هنقول عليها حالا دلوقتي، كلمات خارجة عن القاعدة. قضى، طب قضى فعل، فعل ماضي، الفعل المضارع بتاعه ايه؟ ازود اي حرف من الاربعة، يا الالف يا النون يا الياء يا التاء. الالف او النون او الياء والتاء. انيتو، في كلمة انيتو اهي، انيتو الف، هاخدها بالنون اصغر عشان تبقى ايه واضحة بس شوية. انيتو اهي، ادي الالف وادي النون وادي الياء وادي التاء. اي حرف من دول، اي حرف من دول، ماشي، وكلهم مفتوحين. ها قضى، ممكن اقول ايه؟ اقضي، ما اقولش اقضى. اقضى ايه بقى؟ ده انت زودت الف، يبقى هتغير ايه معنى الكلمه في النطق. اقضي او نقضي او يقضي او تقضي، شفت انت ايه؟ تقضي، برافو، برافو عليكم، برافو عليكم. مد بالياء اهو، تقضي اللي اخرها ياء، ها يبقى الف مكسوره، يبقى قضى اخرها ايه؟ الف مكسوره. ليه يا حبيب قلبي؟ لان المضارع بتاعها اهو هنكتبه يقضي اهو، طيب نما، ها زود الف او نون او ياء او تاء، ها انمي، انمي ايه انمي دي؟ طيب ننمي، ينمي، تنمي، لا انمو او ينمو، بلاش الياء نخليها تاء، تنمو، تنمو النباتات، تنمو اهي، تنمو اخرها ايه؟ مش مد بالياء، مد بالواو، تنمو اللي اخره واو، اللي اخره مد بالواو، يبقى هو في الاصل مد بالالف، مش الف مقصوره، تبقى الف ممدود اهي، يا تنمو. ويبقى هنا ايه؟ نما، عرفت ان الف ممدوده ليه؟ لان ايه؟ اصلها واو. والف مقصوره ليه؟ لان اصلها ياء. ها؟ دعا، ها؟ هات المضارع بتاعها، حط اي حرف من الاربعه. برافو. ادعو او ندعو، تمام، ندعو، نخليها ندعو اهي، ندعو. ندعو ايوه يا استاذ، اخرها ايه يا استاذ؟ اخرها مد بالواو، اللي اخره واو يبقى هنا مد بالايه؟ الماضي بتاعه مد بالايه؟ بالالف.
يبقى قضى يقضي نما ينمو أو تنمو دعا ندعو أو يدعو أو أدعو. عرفتم؟ أدي الكلمات اللي من ثلاث أحرف. ندخل على الكلمات اللي من أربع أحرف. كلمات اللي من أربع إيه؟ أحرف. ونقول بقى بيقول إيه بقى؟ من أربع أحرف يعني إيه؟ يعني غير ثلاثية، يعني أكتر من ثلاثة، ممكن تبقى أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية، كتير. سهلة بقى جدا جدا جدا. أي كلمة أكثر من ثلاث أحرف، أكثر من ثلاث أحرف، يعني أربعة أو خمسة أو ستة، أخرها ألف مد نطقا، على طول تكتبها ألف مقصورة، ما فيهاش مد خالص. تاني، أي كلمة أكثر من ثلاث أحرف سواء في الاسم أو في الفعل، أي كلمة أكثر من ثلاث أحرف وانتهت بألف مد نطقا تكتب ألف مش مد، ألف قصر، ألف مقصورة. إلا، مش هنتكلم في إلا دلوقتي، إلا لما نشوف الكلمات. نمسح دي كده ونقول إيه مثلا؟ الأستاذ بيقول لك اكتب لي كلمة إملاء أهو زي الإملاء بالظبط، اكتب لي كلمة إيه؟ استدعى إس إس استدعى إس إس، شوف ما قالش سين، ما طقش ما لقطقش سين، كلمة إس إس مش إس بالإنجلش، إي إي ألف أهي وبعدها الحرف ما عليه سكون يعني إس. اس 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 تد تد تد، ايوه يبقى تاء يا استاذ، تاء بس بالله عليك، انا قلت تاء استا بس، انا قلت استا ولا قلت ايه؟ تد اس تد اس تد تد، ايوه تاء، ادي تاء يا استاذ وادي الدال، ركز واكتب لي الحروف اهي، تد استد عا، يبقى عين مد بالالف يا استاذ، لا ما تكتبش دلوقتي هنقراها بس، استدعى مص مص، ادي الميم يا استاذ، مص يبقى ميم وايه وسين، لا مش ميم وسين، ها مص، ها ميم وايه، برافو، ميم وصاد، ها الساكن مع اللي قبله، الساكن مع اللي قبله، الساكن مع اللي قبله، ودي تنتقل عليه، مص طا مص طا 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 طا، ادي الطاء لوحدها، مص طا، فا مصطفى، ادي الفاء، انا عارف يا استاذ اصل هي اقسم مصطفى وانا هعرف بكتبها ازاي، لا احنا هنسيبها دلوقتي، خلاص مستشفى، بلاش مستشفى خليها ايه، منتهى من، يبقى ميم وايه، برافو عليك، ميم ونون يا استاذ، مو الميم على ضم يا استاذ، برافو، من والنون عليها سكون، ممتاز جدا، منتهى تاء، ادي التاء، اوعى تكتب تاء مفتوح، تاء مربوطه في وسط الكلمه، ما لا يجوز، التاء المربوطه تاتي في نهايه الكلمه فقط، التاء المربوطه حبيبي لازم تاتي في نهايه الكلمه، ما فيش وما فيش اي حرف يكتب بعد التاء المربوطه كمان، منتهى ها ها، قال الهاء يا استاذ، وهشوفها دلوقتي، وهناخد كلمه مستشفى برضو اهي، مص، قال الميم، م
تش تش شين يا استاذ شين ليه يا حبيب قلب؟ انا قلت تش ما قلت مس شا ما انا قلت مس شا قلت ايه مس تش تش يبقى التاء والشين مع بعض نطقت حرفين اتنينهم يبقى التاء مس تاء تاء اهي تش يبقى الشين على طول عليها سكون طالما نطقت حرفين مع بعض يبقى الحرف الثاني دائما ساكن مستش فاء الفاء وهم تقول بقى هتكتب ايه الكلمة دي اكتر من ثلاث احرف ادي واحد اتنين تلاتة يبقى الباقي زيادة على طول واحد اتنين تلاتة يبقى الباقي زيادة واحد اتنين تلاتة يبقى الباقي زيادة واحد طب اعمل ايه طب كلمة استدعى اسم ايوه لا يا استاذ مش ايوه استاذ اسم لا مش اسم استدعى 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 الرجل قومه او استدعى الحاكم قومه استدعاهم استدعى فعل مصطفى لا اسم يا استاذ انا اخويا اسمه مصطفى طيب منتهى حتى اذا وصل الى سدره المنتهى منتهى ها منتهى اسم مستشفى اسم كل دول سواء اسم او فعل اكثر من ثلاث احرف بكل سهولة بكل سهولة وانا مغمض وانا مغمض هكتب الف مقصورة ليه يا استاذ لان هي اكثر من ثلاث احرف مش عايز اقول لك المستشفى دي هي مش اصلها كده هي اصلها مشفى ماشي بس ايا كانت ماشي او ايه شوف اياه طيب استدعى ومصطفى ومنتهى ومستشفى كل دول كلمه اكثر من ثلاث احرف بعد الحرف الثالث اهو يبقى دي زياده يبقى الف مقصور الاسم والفعل في الاسم والفعل ما عدا ما عدا الكلمة التي تنتهي برضو بألف مد نطقا لكن قبلها ياء زي ايه يا أستاذ اهو تعرف تقرأ لي دي المانيا المانيا اكتر من ثلاث احرف لا يا استاذ لا استنى ده الالف واللام يا استاذ دول زائد اصبر بس الالف واللام الزائدين لان الالف عليه همزه المانيا مش الف ولام الف ولام مش الف ولام زي دي كده ال مش ال لا ده الف عليه همزه المانيا ها اكثر من ثلاث احرف يا استاذ واخرها مد بالالف نكتب الف مقصوره برافو عليك غلط ليه ما انت لسه قايل دلوقتي انا بقول لك الا اذا الكلمه التي تنتهي بالف مد نطقا لكن قبلها ياء قبلها ايه ياء تكتب الف ممدوده تكتب الف ممدوده المانيا استراليا روسيا خلاص تمام وصلك طيب في كلمه زي يا استاذ مثلا ايه كلمه ايه انجلترا طب ليه هي الف مد يا استاذ رغم ان هي اكثر من كلمات هذه هي الكلمات الخارجه عن القاعده انجلترا كلمه خارجه عن القاعده خالص امريكا ألف وميم وراء وياء خارجة عن القاعدة تمام إنجلترا أمريكا خارجة عن القاعدة عسى خارجة عن القاعدة يسعى خارجة عن القاعدة ماشي يعني خارجة عن القاعدة تكتب بهذا الشكل يعني لما أجي أكتب أمريكا أهي
أم ألف وميم؟ أم ري؟ أيوة يا أستاذ مهيفاء، يا هي يا أستاذ، يا حبيب قلبي لازم تكون الياء بعدها ألف مد زي ألمانيا أهو، إنما دي أمريكا بعدها الكفل. أمريكا ليه كده بقى ما كتبتش كده؟ هذه الكلمات الخارجة عن القاعدة، الكلمات الخارجة عن القاعدة بيقول عليها كلمات شاذة، شاذة زي الأفعال الشاذة اللي بتبقى في الإنجليش والحاجات دي، أمريكا، إنجلترا. إنما لما أقول أسبانيا ده ياء مد بالألف يبقى ياء مد بالألف. وصلكم الدرس ده في منتهى الجمال وسهل جدا جدا جدا، سهل جدا جدا جدا. يا ريت بقى تاخد مني الإملاء ده، أسبانيا، أسبانيا، روسيا، إنجلترا، 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 هولندا، هولندا برضو خارجة عن القاعدة، هولندا برضو أخيرها مد بالألف. الخارج عن القاعدة يا حبيبي مد بالألف. يسعى خارج عن القاعدة أخيرها ألف مقصورة. سعى برضو خارج عن القاعدة أخيرها ألف مقصورة. تمام؟ وصلكم؟ نكتفي بهذا القدر. أي استفسار أي تواصل 010-211-69941 أو من خارج البلاد 00-210-211-69941. ولقاء آخر، نترككم في رعاية الله ومنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، شكرا. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.